نذهب سريعا لزميلنا كريم بيبرس اللي موجود حاليا في مدينة العريش وبيرصد لنا أهم الأجواء الخاصة بالمساعدات الإنسانية هناك. أهلا بك يا كريم. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا منة. فعلا يعني احنا لسه في العريش ورفح، وبننقل الصورة دايما من قدام بوابة معبر رفح ومن الطرقات دايما اللي موجودة في العريش والشيخ زويد ورفح. الحقيقة انه الفترة اللي فاتت من 13 او 14 يوم من ساعة ما قوات الاحتلال احتلت معبر رفح الفلسطيني وهي بتمنع دخول المساعدات الاغاثية. المساعدات الاغاثية هي بتدخل عن طريق بوابة معبر رفح المصرية وبتعدي للناحية التانية لكرم ابو سالم او معبر رفح الفلسطينية، ومن ساعتها قوات الاحتلال منع دخولها من الناحية الفلسطينية. لكن ده ما يمنعش استمرار توافد الشاحنات المختلفة بالمليئة بالمساعدات الإغاثية من مواد بقى يعني غذائية، مستلزمات طبية، خيام، مواد إعاشية مختلفة، كل ده طول الوقت مستمر ان هو بيتوافد على يعني معبر رفح. ولكن من كتر تكدس الشاحنات اللي موجودة في الأماكن اللوجستية سواء قدام معبر رفح أو على الطرقات، الحقيقة انه من مسافة العريش، وأنا موجود دلوقتي في العريش ويمكن على شمالي أهو دلوقتي الشاحنات موجودة على الطريق، وعلى اليمين كمان في شاحنات. طول الوقت مسافة الطريق من هنا لحد رفح يعني تقريبا كل 2-3 كيلو هتلاقي عدد كبير جدا من الشاحنات، مئات الشاحنات مصطفى امام معبر رفح لوحدها تقريبا في المنطقة اللوجستية حوالي 2000 شاحنة متوقفين. الحقيقة كل الشاحنات دي يعني بقالها 14 يوم واقفة مكانها ما بتتحركش، يعني طبعا الظروف المناخية كمان موجودة دلوقتي يعني بتهدد كمان انه ممكن الحاجات دي تتلف او انها تبوظ قبل ما تدخل للاشقاء. عشان كده مصر ما زالت مستمرة في الضغط على جميع الجهات عشان توصل اللي هي تدخل المساعدات عن طريق معبر رفح الفلسطيني، لكن قوات الاحتلال كالعادة يا اما بتؤجل او بتعطل دخول الشاحنات دي او بتتلكك بحاجات تانية كتير. لكن كمان الوضع في غزة يعني يمكن تحديدا في رفح الفلسطينية، احنا لما بنروح عند معبر رفح بنستمع للقصف المستمر طوال الوقت خصوصا في شرق يعني مدينة رفح الفلسطينية. اصوات دايما الاشتباكات بين المقاومة فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال دايما مسموعة طوال الوقت، ولكن ده ما يمنعش القصف المستمر حتى للاماكن الامنة اللي حددتها قوات الاحتلال الحقيقة بيتم قصفها. الأونروا اتكلمت عن يعني نزوح تقريبا 800,000 مواطن فلسطيني من رفح الفلسطينية خلال 14 يوم، وده رقم كبير جدا. 800,000 مواطن فلسطيني قاعدين في الشوارع اتحركوا بسبب تهديدات قوات الاحتلال بقصف الاماكن الامنة او البيوت الامنة اللي هم قاعدين فيها. كمان مصر من الناحية التانية لسه ما وقفتش الهلال الاحمر المصري، وكمان بشكل عام استقبال المساعدات عن طريق مطار العريش الدولي واللجنة العليا للمساعدات الاجنبية الحقيقة ما زالت بتستقبل الطائرات. يمكن كان اخر حاجة الجمعة اللي فاتت وتم نقل هذه يعني المساعدات على الشاحنات، وبتتحرك زي ما قلنا اما على المخازن اللوجستية في العريش او المخازن اللوجستية في رفح. كمان على الجانب يعني الدبلوماسي مصر صعدت وقالت احنا حضرنا الاسبوعين اللي فاتوا ان هي هتوجه للمحكمة الدولية بمحكمة العدل الدولية وتشارك جنوب افريقيا في الدعوة المقدمة ضد اسرائيل. الحقيقة انه كان في اشاعات انه مصر حاولت ان هي او مصر ان هي هتتراجع عن هذه يعني التحركات، ولكن مصر اكدت ونفت قالت احنا لسه مستمرين في مشاركة جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الابادة الجماعية اللي بتحصل في الاشقاء في قطاع غزة. دي الصورة من العيش ورفح، وبرجع لكم مرة تانية. كل الشكر ليك زميلنا كريم بيبرس من العريش، شكرا جزيلا ليك.